نعم انا واحمد. شلونك عمري؟ الحمد لله. انتم هنا جاي سووا الرايد؟ والله جاي ننقلب تراب نخلي بالبستان، انه هاي قاع رمليه. نعم نخلي بالبستان. يعني هاي الاشجار تستفاد منها؟ تستفاد منها الاشجار. اي طلع لنا ثمار وتثبت ال... صح الاشجار. بلي بلي. زين حافظ انت هم جاي تعاون اخوك؟ اي انا واحمد. بارك الله بك. ايش جاي تسوون؟ والله جاي ناخذ تراب رمناه. اي ناخذه نذب الحدائق الاشجار وعمود يصير فيها ثمار. بلي وتثبت على القاع. نعم زين هذا تستفاد من عنده؟ هذا انا اشوفه قاع زميجيه زينه مو هس. تستفاد منه نحط الاشجار، الاشجار تقوم تذب ثمار هوايه وهاي وهم يعني يصير زينات. نعم. زين حافظ. نعم. الإضافة المواد الكيميائية زين للزرع لو مو زين؟ لا مو زين. ليش؟ لأن تشوف كيميائية هاي. بلي. لا عاد شنو شنو الزين؟ التراب. وبعد إيه هم تستخدمون السماد العضوي يعني هذا مخلفات الحيوانات؟ إيه مات القنم ومات. مو القنم. الغنم الغنم. بال إيه شنو؟ شنو؟ القنم. الغنم. القنم. مو الق مو الق الغنم. القنم. إيه الغنم. ابني. القنم. هذا تكتب بيش يسمونه؟ القلم. قلم. هاي ال النعجة شو يسمونها إذا هواي؟ قنم. ها؟ القنم. شو اسمها؟ القنم. القنم. الغغ الغنم. القنم. عافية خوش. مخلفات الغنم وبعد مخلفات الشنو؟ مخلفات ال يعني هو يعني وقت مخلفات الأقلام هم يعني اللي نذبها للزرع والبساتين. الأبقار. والأبقار هم يعني الماعز. الماعز. زين أنت شايف البعران؟ لا ما شايف. إي شايفه. شايف. زين بالصيد شلونك؟ زوين. زوين؟ اي زين خاش اطلع بالسلوقيات وهاي. اي شو تصيدون؟ ارانب ودراج وهم يعني بالكسر نصيد طباني. طباني؟ وين تصيدون الطباني؟ وين تلقونه؟ مثل هذا البستان اللي قدامي هسه؟ تلقاهم بالكراب وهاي. اي بالبرشيم وهاي وبالزرع. زين زين وهذا الدراج شلون تصيدونه؟ الدراج نلقاه نايم ونطلع البوجة عليه وينصب عليه وهي تطير ونضربها بالكسر. زين صيد الارانب حلو؟ اي شنو الحلال بيه؟ يعني مثلا تصورها اذا تريد السلوقيات يركضون وراها. عندكم يعني عندكم هيك تصاوير؟ اي افلام عندكم هيك فيديوهات حلوه؟ اي دزوا لي اياهن حتى ننشرهن. هي زين. بعد حافظ انت هم تربي طيور؟ اي شنو انواع الطيور اللي عندكم؟ زبوريات، زواجيل، بصراويات، حمر، تور. أي. طير بأصفر، طير بأزرق، طير بأحمر، طير يعني شعلة. هاي كلها عندكم؟ زين هذا الأبيض اللي يسمونه عرايس ما شو يسمونه؟ عرايس هم عندنا هنادي. بعد؟ بعد ايش عندكم؟ وعندنا طيور هذا البطريق. بطريق يعني ها مال زينة مو؟ اي بطريق مال زينة. اي هذا هيك المنفوخ. المنفوخ اي هاي منين تجيبونه هذا؟ بيش الزوج مالته؟ يمكن بورق يجوز اقل شيء الواحد بورقه. زين جماعتكم هم يشتركون بالسباقات هاي مال الزواجل؟ اي حسام وصلاح وهذا وديك وهذول هوايه. بعد منو؟ احمد. احمد هوايه. منو منو احمد يا احمد؟ احمد نجود. يعني هم فايز بالسباقات؟ اي ويحصلون اذا يفوزون يحصلون لهم سبلت شيء مثل غسالات او هاي. ها والله يعني جايات بالوقت بالوقت القياسي. اي هسه احنا عندنا طير زاجي صلاح اسمه من عندنا وهسه يشارك فيه وكل سنه يحله ويرجع له ويشارك فيه سبله. والله يعني يحقق نتائج. اي خوذ زاجي. ها والله زين. حلينا بناتنا من بهرز. واحد حلى بالليل وملقب شجا بالخمسه هيك بالخمسه ونص جا. وهذا النيتشو حلم بالسبعة بالسبعة وعشرة بالسبعة وخمستعش انه طبل للبيت. ها خمس دقائق وصلا؟ ايه. عشر دقائق هيجي؟ ايه. يعني انتم على الوقت تحلونهم؟ ايه. ايه. واشوف الوقت اذا طول هذا مخ الزواج، اذا خمس دقائق وجاء الزاجل هذا الزاجل مضمون.
زين، هم تحلون المسافات بعيدة؟ ايه نحلها مثلا من النيران، من الفاو، من البصرة، من العمارة. من العمارة؟ ايه. عندكم محلولات من العمارة؟ ايه. ايه؟ ايه ما تحسام محلولات، وما الصلاح، وما تحمد نجود، وعلون قاسم، وحسن. حسن محمود؟ ايه. لا حسن محمود ما عنده. ها شلون ما عنده؟ مو زواج الاصايل عنده؟ لا يا ابو حالهن، حتى من ساحه سعد حالهن. لا كذب. شنو كذب؟ هو رايح بنفسه.